أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. قالت اللجنة الأمنية بتعز أنها مستعدة لتأمين معابر إلى داخل المدينة للمواطنين والمركبات، وحددت بعض الطرقات منها طريق الموشكي كلابة مستشفى الحمد جولة القصر كطريق مفتوح من قبل اللجنة الأمنية في المحافظة، وأيضا على الإنقلابيين التزموا بفتح المعابر كما كان قد تم الاتفاق عليه في ظهران الجنوب. وقالت أن الاستمرار في حصار تعز هو حصار ظالم يعاني منه المواطنون في المدينة. حول هذا الموضوع ينضم إلي العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محور تعز، أو الأستاذ نبيل جامل مستشار المحافظة. أيضا نتابع هذا التصريح ومن ثم أيضا نعود مع الضيوف الأعزاء. أصدرنا بلاغ صحفي فيما يخص المعبر الذي فتحناه من جانبنا، وحدد هذا المعبر بالبلاغ الصحفي، ونتمنى من المنظمات الدولية الضغط على الانقلابيين بفتح هذا الطريق أو هذا المعبر، والذي يعتبر هو منفذ أو طريق لفك الحصار عن أبناء تعز الذي عانوه طويل. أهلا بكم أعزائي مرة أخرى، من معي الآن؟ أوكي، إذا نتحدث عن اللجنة الأمنية أكدت على فتح الطرقات وفتح المعابر لتعز وأنها مستعدة لذلك، وأن على الإنقلابيين أن يلتزموا بالتزاماتهم السابقة في ظهران الجنوب من أجل فك المعابر وفك الحصار عن مدينة تعز التي تعاني كثيرا جراء هذا الحصار. نبيل جامل مستشار المحافظة معي من تعز للحديث حول هذا الموضوع. أستاذ نبيل مرحبا بك أخي عبد الله ومشاهدينا الكرام. نعم مساء الخير أستاذ نبيل، حددتم طريقا وهو طريق الموشكي كلابة ومستشفى الحمد، إلى أين يتجه هذا الطريق ومن أي نقطة يتم قطعه من قبل الإنقلابيين، وما الذي يحتاجه حتى يكون سالكا للمواطنين والعربات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل يعلم أنه مدينة تعز تقع تحت هذا الحصار الجائر من الانقلابيين، وصلنا اليوم إلى عامان ونصف تحت هذا الحصار. الكل يعلم أيضا أنه تعز وقعت تحت الحصار الكامل لأكثر من فترة 9 أشهر، ثم كان هناك طريق طالوق بداية، ثم منفذ الدحي، ثم منفذ غراب، ثم تم الفتح للمنفذ الغربي عبر طريق الضباب، ويعتبر منفذ وحيد وهو الشريان الوحيد الذي يخدم المدينة حتى اليوم. تم كثير من التفاهمات التي تمت مع الطرف الانقلابي عبر الحكومة الشرعية، وكما أشرتم بتقديمكم اللي اسمه اتفاقية ظهران الجنوب. اليوم اللجنة الأمنية تعلن عن فتح، ليس فتحا بل تسهيل مرور من جانبنا في اتجاه الشرقي، الطريق المؤدي من زيد المشكي من جولة الكهرباء السابقة، زيد المشكي جسر كلابة مرورا بمستشفى الحمد فرزة صنعاء باتجاه جولة القصر انطلاقا إلى بقية المحافظات في ذلك الاتجاه، باتجاه الحبان. نحن نعاني، نحن المحاصرون في هذه المدينة وتعاني هذه المدينة. الانقلابيين يقفون في الاتجاه المقابل عند فرزة صنعاء، أيضا لا زال تمركز للقناصة حقهم في الأمن المركزي سابقا. نتمنى أن يعودوا إلى رشدهم ويؤمنوا الطريق من الجانب الذي يسيطرون عليه، حتى يستطيع المواطنون في تعز يتنفسون الصعداء ويسلكون هذا الطريق الذي يصل بين شطري المدينة الذي قسمها وحاصرها الانفصاليون 5 دقائق فقط. هم لن يقوموا بفتح منافذ للمدينة، المنفذ الوحيد الذي يفتحوه من شرقي صبر عبر دمنة خدير والأقروض حتى المسراخ وصولا إلى طريق الضباب، يستغرق المواطن الدخول إلى تعز 5 ساعات. نحن نتكلم على طريق لا يستغرق غير 5 دقائق. نعم، لو فتح سيكون الوصول من المدينة إلى شرقها لا يستغرق أكثر من 5 دقائق.
وعلى ماذا تراهنون في حالة لم تتجاوب الميليشيا؟ والله نحن طبعا أقولها بصراحة بشفافية، تم كما أسلفت سابقا توقيع اتفاقية ظهر الجنوب في 10/4/2016، ثم في 16/4/2016 تم توقيع اتفاقية فتح هذه الطرق وخاصة الشرقي والغربي في اتجاه الحديدة وأيضا في اتجاه عدن باتجاه الشرق ثم إب، ووقعهم معنا وتم التوقيع في الحوبان، وكان مقرر أن يتم فتح هذا الطريق اللي نتكلم عنه بقية الطرق في 16/4/2016، يعني قبل أكثر من عام. وللأسف الشديد تم تحديد ساعة الصف لفتح هذه الطرق بالتزامن، ولكن نقضوا ذلك الاتفاق حتى يومنا اليوم. نعم، هل هناك تواصل؟ هل هناك تواصل معهم؟ هل تواصلتم معهم؟ لا لا، لا يوجد أي تواصل رسمي مع هؤلاء. يوجد هناك بعض المساعي من بعض الوجهاء المحسوبين على هذه المدينة المتواجدين في الخارج، قاموا بجهد نشكرهم عليه، ولكن للأسف الشديد لم يستطيعوا أن يفرضوا جهدهم هذا، وليس لديهم أدوات ضغط، هم مستضعفون لا يملكون أي أوراق ضغط على هذه الميليشيات. نحن اليوم نقول لهم هناك طريق رئيسي موجود، سيتم تأمين هذا الطريق، إيقاف العملية، أي عملية عسكرية في هذا الطريق، سيتم عمل نقاط عسكرية للتفتيش من قبل الطرفين. نتمنى إن كان هناك ذرة عقل مع هؤلاء، إن كان هناك ذرة رحمة من هؤلاء، أن يلتفتوا إلى الجانب الإنساني اللي تعيش هذه المدينة، وأيضا أنتهز فرصة هنا لنوجه رسالة للممثل المقيم في الأمم المتحدة في صنعاء السيد جيمي مولكوم دريك، الذي رفع صوته عاليا بضرورة فتح مطار صنعاء للحالات الإنسانية. نحن نقول له لا نريد فتح مطار تعز، نحن نريد رفع الحصار عن ما يقارب 1,000,000 نسمة اليوم محاصرون داخل هذه المدينة لإغاثتها من الجانب الإنساني. نقول للممثل الأممي الذي يدخل إلى مدينة تعز ويلف هذا الطريق الطويل 5 ساعات، الآن هنا طريق تدخل إلى المدينة كل المنظمات الدولية ب5 دقائق، بكل المساعدات الغذائية التي يلفون بها سواء عن طريق محافظة عدن أو عن طريق إب والحوبان ثم القروض، هناك طريق الآن سالك. الأصل أن يقوم الممثل الأممي. نعم، إذن هو إعلان على هذه الميليشيات بتنفيذ هذا الاتفاق وفتح الطريق من جانبهم. نعم، إذن هو إعلان من جانب واحد من قبلكم، على أمل أن يتم التجاوب من قبل الميليشيا، وأيضا دعوة للوجهاء الذين توسطوا للضغط على الميليشيا، وكذلك أيضا دعوة للأمم المتحدة للضغط والحديث عن فتح هذا الطريق. نعم، كما أستاذ نبيل سأعود إليك، مع أيضا العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محور تعز. عقيد، ربما هو إعلان من جانبكم لوقف العمليات في الجبهة الشرقية على أمل أن يفتح هذا المعبر وهذا الطريق، في حال لم يتم التجاوب ما هي خططكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا تفاعلا مع المعاناة الإنسانية التي تعيشها مدينة تعز، قررت قيادة المحور في تعز والقيادة العسكرية مع القيادات المدنية والسياسية والسلطة المحلية أن يتم فتح المعبر، الخط الأسود المعلن عنه من طرف واحد، يعني وهذا طبعا تجاوبا وانسجاما مع معاناة تعز وتخفيفا لمعاناة أبنائها، في حال وهو الأكيد وهو الأرجح أن الميليشيات لم تتعامل مع مثل هذه الأمور. الميليشيات هي عادة تستخدم مثل هذه الدعايات لأغراض إعلامية فقط لا غير، يعني مجايدات إعلامية ما يتم الترويج له بين حين وآخر من قبل بعض الشخصيات المحسوبة على الانقلابيين أو الانقلابيين أنفسهم. نعم، هي مجرد يعني مجايدة إعلامية وذر الرماد على العيون وتضليل للمنظمات الدولية
ومحاولة للالتفاف على الاتفاقات التي تم توقيعها وخاصة في ظهران الجنوب، فيتم الالتفاف عليها بمثل هذه الأساليب والوسائل. الأكيد والأرجح أن هؤلاء لن يستجيبوا لمنطقة العقل، ولن يستجيبوا لمنطقة السلم، ولن يستجيبوا لرفع الحصار، ولن يستجيبوا إلا لمنطقة البندقية وشباب تعز ورجال تعز وجيش تعز وأبطال تعز. هم على أتم الاستعداد أن يفتحوا هذه المنافذ بالقوة بحسب الإمكانيات المتاحة وبحسب الخطة الموضوعة وبحسب الزمن المقدر إن شاء الله تبارك وتعالى، سواء المنفذ الشرقي أو المنفذ الغربي. نحن نؤمن هذا الطريق وأيدينا على الزناد. هل توقفت العمليات في المنفذ الغربي أم لا تزال مستمرة؟ وما الذي حققته؟ المنفذ الغربي ما زالت المعركة، معركة تحرير تعز وفتح المنفذ الغربي ما زال مستمر حتى هذه اللحظات. ما يقوم به الجيش الوطني الآن هو تأمين المواقع المحررة هندسيا ودفاعيا، يتم أيضا استهداف تعزيزات ونقاط تجمع العدو في وآلياته في مفرق شرعة 60 والتباب المطلة على 50. يتم أيضا الفرق الهندسية، تتم الآن عملية نزع الألغام المزروعة بكثافة وتطهير الأرض ومسرح العمليات. فالعملية ما مستمرة سواء في غرب تعز أو في غيرها من الجبهات. معركة تحرير تعز انطلقت وإن شاء الله لن تتوقف حتى التحرير الكامل والناجز. ومع هذا نحن في كل مناسبة وفي كل فرصة نمد أيدينا إلى السلام، نجنح إلى العقل وإلى ما يخفف المعاناة على المواطنين وإلى كل ما من شأنه تخفيف الضرر ورفع الحصار عن هذه المدينة. لكن كما قلت لك هذه تظل مجايدات، هذه ميليشيات لا تخاف. أكيد إذن الفكرة واضحة، أنتم كمحور تمدون أيديكم لفتح المعابر سلميا للتعاون مع الميليشيا لفتح هذه الطرقات إلى خارج المدينة باتجاه صنعاء، أو أيضا الوصول إليها من الطريق الذي حددتموه، وفي حال لم يتم الاستجابة هناك خططكم العسكرية المطروحة لتحرير المدينة وبقية المحافظة. شكرا لك عقيد عبد البصر البحر. أعود إليك أستاذ نبيل جامل، وأنت ركزت في كلامك سابقا على توجيه الرسائل إلى الأمم المتحدة، هل لديكم رسائل أخرى عن الوضع الإنساني في تعز أيضا؟ نقول من أهم الرسائل التي توجه إنه تعز مدينة اعتدي عليها. نحن في تعز أبناء تعز مدينة علم وثقافة، لا يحبون الحرب ويكرهون الحرب ويكرهون الدمار ويحبون السلام. هذه الرسالة لفتح وتطبيع الحياة بين أجزاء محافظة تعز رسالة واضحة إن أبناء تعز برضو لا يريدون استمرار هذه الحرب المفروضة، وخاصة على هذه المدينة التي اعتدي عليها. نقول أيضا ليشاهد العالم، ليشاهد المتابعون ازدواجية المعايير للأمم المتحدة التي لم تتطرق إلى تعز ولم تتطرق إلى معاناة أبناء تعز. لا يوجد في تعز اليوم بنية أساسية، تم تدميرها بالكامل. أبناء تعز يتضورون جوعا من انقطاع رواتب لأكثر من 10 أو 11 شهر مع ارتفاع شديد في الأسعار، ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار للطرق الطويلة والملتوية التي تدخل إليها البضاعة. السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة، ممثلة باللجنة الأمنية العليا، قيادة الأحزاب اليوم ترسل رسالة واضحة إن نحن مع أبناء هذه المدينة الحاضنة الصابرة لمدة عامين ونصف. نحن لسنا تجار حروب، نحن نريد التخفيف على أبناء هذه المدينة بأن يتم إيصال ما يحتاجون إلى هذه المدينة من أقرب الطرق. أيضا هناك جانب إنساني آخر، أنا أعرف أسر انقسمت نصفين، يوجد أسر تعيش في الحوبان وأسر تعيش داخل المدينة. من يريد الذهاب إلى الحوبان بدل أن يسلك 5 دقائق من الطريق الطبيعي يسلك حوالي 5 ساعات للخروج من هذه المدينة بطرق وعرة.
الكل وتابع عبر قناة يمن شباب في الأسبوع الفات السيول في طريق الأقروض جرفت، أكثر من 8 أشخاص توفوا نتيجة هذه الطرق الوعرة. للأسف الشديد الميليشيات الانقلابية تزايد على المجتمع الدولي وتزايد أيضا على الحاضنة الشعبية وعلى الداخل بأنها تريد أن تفتح معابر أخرى، معابر ليست طرق رسمية، معابر ليست طرق سالكة أو صالحة حتى لمرور الحيوانات كالطريق الذي طرحوه أو تمت المزايدة فيه قبل شهر، وهو طريق نقيل الإبل الزيلعي المؤدي إلى صالة. نقول نحن مع فتح كل طرق محافظة تعز، وأيضا هذا مسار سنسلكه، وإن لم تذعن هذه الميليشيات الانقلابية فأبناء تعز كما صبروا عامان ونصف في ظل هذا الحصار وقاموا هذه الميليشيات من اجتياح هذه المدينة، أيضا سيقومون بتحرير وفتح هذه الطرق عنوة على هؤلاء الانقلابيين. ونقول أيضا سيذكر التاريخ بل سيلعن التاريخ الميليشيات الانقلابية ممثلة بميليشيات الحوثي وميليشيات أو جيش المخلوع صالح على هذا الحصار الغاشم الذي تم فيه تركيع أو تم فيه حصار أبناء تعز وحرمانهم من المواد الأساسية التي يحتاجونها ويقتتون عليها. أصبحت المنظمة الدولية للأسف الشديد لا تصدر بيانا واحدا. نقول نحن نأسف ونأسف للأسف الشديد من تصريحات ممثل الأمم المتحدة المقيم في اليمن والذي زار تعز لمرتين وكان يتألم لحصار هذه المدينة، ولكن للأسف الشديد لم نجد له موقفا واضحا، واليوم ينادي بفتح مطار صنعاء. نقول نحن في تعز لسنا مع أيضا حصار صنعاء بالأخرهم أخواننا وأبنانا في صنعاء، ولكن نقول لا نريد النظر بازدواجية أو بمعايير مزدوجة. نعم مزدوجة. نحن نظر أيضا مع الدعوة افتحوا مطار صنعاء وارفعوا الحصار عن تعز. نعم. ونحن أيضا في تعز نوافق على بعثة أممية للإشراف أيضا على هذا الفتح، ليس لدينا مانع بحسب ما نصت عليه اتفاقية ظهران الجنوب وأيضا الاتفاقية الموقعة التي هي تعتبر آلية تنفيذية لاتفاقية ظهران الجنوب. هل تواصلتم مع الأمم المتحدة؟ هل طلبتم منهم هذا الشيء، الإشراف على فتح المعابر مثلا والعمل وعمل دور في فتح الطرقات؟ كما أسلفت الاتفاقية ظهران الجنوب الأمم المتحدة ولد الشيخ هو المشرف على هذا الاتفاق، والذي ذهب الطرف من الانقلابيين إلى ظهران الجنوب وتم أيضا التوقيع عليه من قبل ممثلين من محافظة تعز في ظهران الجنوب، وكانت ترعوه الأمم المتحدة، ومن ضمن الآلية أن يتم هناك إشراف أممي على قضية فتح هذه الطرق وأيضا وقف العملية العسكرية في ذلك الوقت. ولكن نقول للأسف الشديد كما عهدنا هذه الميليشيات لا تفي بعهد ولا اتفاق. نقول اليوم نجدها فرصة سانحة لمراجعة العبث الذي يعبثون فيه، فهم كما أرادوا الدخول إلى هذه المدينة وخلال عامين ونصف لم يستطيعوا أن يتقدموا شبرا، بل كل يوم يتراجعون إلى الوراء. سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه مدينة تعز، وسيأتي اليوم الذي يحاكمون فيه. نعم. محاكمة أمام القضاء المحلي أو الدولي على هذه الجرائم التي ارتكبوها. نعم. أستاذ نبيل جامل المستشار محافظة تعز شكرا لك، وهي دعوة أيضا لفتح المعابر لمدينة تعز خاصة أنها تعاني جراء هذا الحصار الجائر الذي فرض عليها من قبل الميليشيا. أشكرك أستاذ نبيل، كما أشكر أيضا العقيد عبد الباسط البحر المتحدث باسم محور تعز، كما هو أيضا لأعزائي المشاهدين على حسن متابعتهم، على أمل اللقاء بكم في حديث لمساء آخر. في أمان الله. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.